هلا بالنسبة لأنواع البارامترز، ممكن يكونوا نوعين، إما يكونوا lumped parameters، أو يكونوا distributed parameters أو components. اللامد معناها قطعة منفصلة، يعني كنت تروح على مختبر السيركت وكنت تشوف الريزيستنس كقطعة منفصلة، اندكتنس قطعة منفصلة، كاباستنس قطعة منفصلة. فهاي الأمور بنسميها اللامد بارامترز، وفي الغالب تستخدم في الدي سي اند ذا لو فريكوانسي. بالنسبة للديستريبيوتد بارامترز ات ذا هاي فريكوانسي رينج، وخاصة في الترانسميشن لاينز، فما فيها ار او ال او سي وجي، بس ما بيكون قطعة منفصلة وانما بتكون موزعة على طول السلك. فمثلا اذا شفنا سلك الكوأكسيال كيبل، في عنا انر كوندكتر واوتر كوندكتر، واجينا اخذنا مقطع من الكوأكسيال كيبل، وهذا المقطع مثلا طوله دلتا زي على اساس ان الكوأكسيال كيبل ممتد في الزد اكسس، وجينا كبرنا المقطع دلتا زي نشوف وين هاي الكومبوننتس اللي بنحكي عنها. فراح نشوف انه راح نحصل على the following circuits، انه في عنا بهذا المقطع انه راح يكون في عنا resistance وconductance، عفوا resistance وinductance، وراح يكون في عنا هنا conductance وcapacitance. فكل مقطع دلتا زي من السلك راح نشوف ريزيستنس واندكتنس للانر كوندكتر، مثلا ريزيستنس واندكتنس للاوتر كوندكتر، وراح نشوف بين الانر والاوتر مدام في عنا دايلكتريك ماتيريال انه في عنا دايلكتريك ريزيستنس او في عنا كوندكتنس وهون في عنا كاباستنس. هل هاي القيم ار او ال او سي وجي او هاي البارامترز مش فعليا لو مسكت الكوأكسيال كيبل وفكيته راح تشوف كومبوننت زي اللي شفته في مختبر السيركت، وانما كونه السلك له كوندكتيفيتي سيجما وله كروس سكشنال اريا وله خلينا نحكي ديفرنت ريلاتيف بيرماتيفيتي اند ريلاتيف بيرمابيليتي، وبالتالي بنقدر نحسب هاي البارامترز ار او ال او سي وجي. فبالنسبه تو او بالنسبه للكوفالنت سيركت للكوأكسيال كيبل، بدنا نحاول نبسطها هلا بصوره ابسط من هاي الطريقه عشان نقدر نوجد الفولتج والكرنت اكروس ذيس ترانزميشن لاين. فنيجي هلا لموضوع ترانزميشن لاين ايكويشن. زي ما حكينا رح نعتمد في شرحنا على circuit theory، فالفولتج رح ناخده من العلاقة minus E dot DL integration over L، والcurrent رح ناخده من Ampere's law اللي هو I equal H dot DL integration around closed path. رح نيجي ناخد a transmission line equivalent circuit اللي بدنا نطبق عليه ال electrical circuit theory. now transmission line equivalent circuit بدنا نشوف أول شيء الإكزاكت موديل، بعدين نشوف الابروكسيمت موديل. الاكزاكت موديل اللي رسمناه قبل شوي انه يكون في عندنا هنا ار وعندنا هنا ال، يكون في عندنا هون مثلا كوندكتنس، عندنا هنا كاباستنس، وبالتالي نفس الشيء من الجهه الثانيه بهذه الطريقه. This is the exact model for any two wire transmission line. هاي بنسميها هون ار، نكتب هنا دلتا زد، هاي ال دلتا زد، وهاي بنكتبها جي دلتا زد، وهي سي دلتا زد. ليش؟ لانه هاي الجي ليست للسلك كامل وانما فقط للمقطع اللي طوله دلتا زد. وراح يكون في عندك فولتج على بدايه اللاين، هذا الفولتج بنسميه في زد ان تي على اساس انه هنا زد ايكوال زيرو، وفي كرنت على بدايه اللاين اسمه اي زد ان تي، واذا كان المقطع بدايته عند صفر نهايته بده يكون عند زد زائد دلتا زد. بدايته عفوا مش زد ايكوال زيرو، بدايته عند a certain value of زد، ونهايته بتضيف دلتا زد على بدايته، وبالتالي راح يكون في عندك current على النهاية هون i function of space and time، لكن السبيس هلا صار المكان زد دلتا زد ان تي، والفولتج صار اسمه v زد زائد دلتا زد ان تي.
اوكي، this is the exact model. فال exact model إذا بدك تيجي تطبق عليه KVL و KCL راح يكون شوي complicated، لأنه راح تحتاج تطبق KCL هون وتطبق KCL على النود اللي هون وتطبق KVL على on this branch وتطبق KVL on this branch. تمام، يعني راح تحتاج إلى 2 KCL equation 2 KVL equation. ال exact model يحتاج إلى 2 KCL and 2 KVL equations. فعشان هيك نحاول نبسط هاي السيركت، في عنا approximate models. ال approximate models تعطيك solution أقل من 100% اللي هو زي ال exact model، لكن مقبول نسبة الخطأ فيها مقابل سهولة الحل الأناليتيكالي لل equivalent circuits for a transmission line. فأول approximate model راح يكون اسمه T-type equivalent circuit وال L-type equivalent circuit. ال T-type انه يكون زي شكل ال T، بحيث انه تكون resistance او تكون موزع بهذا الشكل، انه يكون في عنا هون resistance و inductance، وعلى الجهة الثانية هون resistance و inductance. طبعا القيم اللي فوق بنكون دمجناها او اخذنا الاكوفلنت لها مع البارت اللي فوقاني، وفي الداخل هون بيكون عندنا الكوندكتنس والكاباستنس. This is called the T model لانه على اساس انه لو اخذت these two elements اخذتهم in series، طبعا بعد ما تحولهم لامبيدنس، لما بصير تجمع اوم مع هنري، بس اذا حولت لامبيدنس بصير one component، هذول بصير one component، وهذول كمان في الداخل بصير one component، فصار الشكل زي شكل T. شكل T في عندك component هون component هون و component في المنتصف، وبحيث بيكون توزيع من كالتالي: ال R delta Z اللي هون وال R delta Z اللي هون قسمناها بالتساوي، يعني صارت هاي R delta Z على 2 وهاي صارت R delta Z على 2. هاي نفس الشيء L delta Z على 2 وهاي عبارة عن L delta Z على 2، بس بالنسبة للكوندكتنس والكاباستنس ما انقسموا، ضلوا زي ما هم. C دلتا Z هنا، G دلتا Z هنا، في عندك فولتج على بداية اللاين V Z and T، ونفس الشيء كرنت على بداية اللاين، وفي عندك فولتج على نهاية اللاين قيمته V Z زائد دلتا Z and T، وفي عندك كرنت على نهاية اللاين I Z زائد دلتا Z and T، وطول المقطع كلياته دلتا Z. ف this T-type equivalent circuit almost 99% accurate مقارنة في ال exact model. بالنسبة للنوع ال approximation الثاني called the bi-type equivalent model equivalent circuit. طبعا شكله بده يكون زي شكل الباي. الباي بده يكون عندك element هون element هون elements هون، فراح يكون الشكل كالتالي: بدل ما نقسم ال R وال L، هاي ظلت R دلتا Z وهاي L دلتا Z، رحنا قسمنا ال G وال C، فهاي صارت G على 2 دلتا Z، هنا C على 2 دلتا Z، نفس الشي هون G على 2 دلتا Z، هون C على 2 دلتا Z، وممكن تكمل الفولتج والكرنت على بداية ونهاية اللاين، وهذا المقطع طوله دلتا زد. فهذا المقطع اللي هون almost 99% accurate، لكن صعوبته انه يحتاج الى 2 KCL equation هون هون و KVL equation. فهون يحتاج الى 2 KCL and 1 KVL. ال T اللي كتبناه قبل شوي يحتاج إلى 2 KVL equation and 1 KCL equation. والمقطع الثالث أو الـ approximation الثالث called the L-type equivalent circuit، اللي هو أبسطهم واللي هو رح نشتغل فيه. L-type equivalent circuit طبعا بيجي زي شكل الـ L، رح يكون في عندك elements هون و elements هون. This type is 95% accurate، وبالتالي الشكل كالتالي: يكون عندنا هنا R و L. This is R delta Z ما بنقسمها، هاي L delta Z،
وفي عندنا المفروض يكون في عندك هون كوندكتنس من هون كابستنس، رحنا شلنا الكوندكتنس من بيناتهم نقلناها لبعد الاندكتنس عشان يصيروا ان باراليل، فهون نحط الكوندكتنس هون نحط الكابستنس، فهون صار في عندنا تو اليمنتس ان سيريز مباشرة وتو اليمنتس ان باراليل. This is C delta Z، هنا G delta Z، وبالتالي الـ approximation اللي سويناه يعني نسبة الخطأ فيه 5% لكن مقبول عشان سهل على حالنا الحل. هون راح يكون عندنا VZ and T، هون راح يكون في عندنا current، وهون كمان current عند نهاية اللاين، ونفس الشيء voltage على نهاية اللاين، وهذا المقطع كله اللي اسمه delta Z. وهون راح نحتاج إلى 1 KCL equation و 1 KVL equation، 1 KCL equation and 1 KVL equation. هلا خلاصة الأمر، أي طريقة من هاي الطرق بتختارها سواء الإكزاكت أو التي أو الباي أو الإل، في النهاية راح تصل لنفس الديريفيشن للويف إيكويشن اللي راح نشتقها، تمام؟ فإحنا راح ناخذ الإل تايب إيكوفالنت سيركت، راح نطبق نحل الكي سي إل إيكويشن الكي في إل إيكويشن عشان نقدر نصل ل الترانزميشن لاين ايكويشنز اللي راح نطلع منهم اذر بارامترز اوف ذا ترانزميشن لاين.